هنا البنات عندنا طريقه ورق العنب او ورق عنب بالزيت، بزيت زيتون، بزيت العود. هنا كان عندي ورق عنب اصلا مرقة جبته وخويت عليه الماء طايب، يعني من دقيقة لجوج دقائق. من بعد غنقي، غنحيد له هذا اللي شفتو معايا، لانه هذا كيبقى قازح واخا طيب، يعني ما كيتكلاش. سواء الا كان عندك مقص، يعني بالمقص الا كانت عندك كميه كبيره بالمقص كديريه وكتحيدي كله، كيسهل عليك المأمورية. نوريك كيفاش. كنديرو بحال هكا داكشي، كيولي بحال هكا جاهز. هنا كيف ما قلت لكم ورق عنب خويت عليه الماء طايب من دقيقه جوج دقائق، كنصفيه ومن بعد كنحيد له هذا وكنعمرو. غنوريكم طريقه الحشو. هنا عندي رز مصري غسلته ونقعته في الماء شي تقريبا شي 20 دقيقه. كاين اللي كيخليه حتى نص ساعه، كاين اللي ما كينقعوش كيغسلوه وكيخليه، يعني ما كيرقدوش في الماء. انا باش كيسهل عليا المأمورية، ديما الرز كيكون قل، باش قل من ديما انا كنديرو قل من الحوايج الاخرى اللي غندير عليه. سو هنا الرز مصري مطيشه مقطع رقيق على حساب الكميه اللي عندك. هنا عندي البصله الخضراء، البصله الخضاريه ديالنا، انه كانش عندك تقدر ديري الاخرى، انا كتعجبني هذه فيه، فهي قطعتها. وهنا عندي المعدنوس حتى هو مقطع رقيق. وهنا عندنا النعناع، النعناع مقطعته ورقيق. الا ما كانش عندك النعناع تقدري، الا ما كانش عندك خضار تقدري ديري النعناع يابس. هنا عندي الملح، شويه الملح. عندي عصير ديال حامضه وحده، وعندي جوج معالق كبار ديال زيت العود او زيت الزيتون، وكنخلط هذا الشيء كامل مزيان. خلطوا شويه، غنزيد شويه القرفه على حسب الذوق. الناس اللي ما كتعجبهمش يقدروا ما يديروهاش، انا غندير غير راس معلقه صغيره. هنا بهار حلو او سبع بهارات البنات، تقدروا تخلطوا غير العطريه بوحدكم. هنا كندير جوج معالق صغار ولكن كبار عامرين مزيان، وغادي نزيد دبس الرمان. شوفوا معايا دبس الرمان كيعطي واحد المذاق زوين. بزاف الناس اللي ما كيبغيوش يديروه، انا كيعجبني مع ورق عنب اللي بزيت العود. سو انا ندير منه معلقه صغيره ما كتشوفوا، نخلط هذا الحشو مزيان وغنخليكم مع الطريقه ديال اللف، كيفاش تلفوا ورق العنب. هنا الى لاحظتوا كيبان لكم المعدنوس، مطيشه، النعناع، كله اكثر من الرز، لانه الرز تيتنفخ كيف ما كنعرفوا، ان فوا كيدار في الماء كيبدا يطيب كيتنفخ وكيزيد، يعني كي ملي كيتنفخ يعني كيبان لينا حنا راه كيزيد.
هكا غنخليكم يجي بحال هكا ملي كيتخلط. هذه الحشوه ديال ورق العنب، يعني ورق الزيت، يعني ورق العنب بزيت زيتون، ورق العنب بالزيت هو هذا. وغنخليكم معايا غنشوفوا دابا كيفاش نلفوه. لا بسم الله الرحمن الرحيم على بركه الله، غنوريكم الطريقه ديال اللف. اوكي الناس، غنوريكم شي طرق اكشلي. الاولى بحال هكا كنسدو شويه، ما نكرزوش من الاول الجوانب، الجوانب يعني جانبين بحال ما هكا. ومن بعد سلو بحال هكا. كتجي بحال ما هكا. انا غنوريكم الطريقه ديالي اللي هي كنجيب فريزر باك، اي باك كنقطعو طول كيسهل عليا وطريقه سريعه بالنسبه للناس اللي بغاو عندهم بالزربه. المهم ورق العنب ملي كنبداو كنديرو كنديرو الجهه الحرشه هي اللي من الداخل، والجهه الرطبه هي اللي كتبقى على برا. هنا غندير شويه الحشو. كيفما كتشوفوا معايا هنا نفس الشيء، كنهز هاد الجهه الاولى بحال هكا، كنتني هادي من هنا شويه كيفما كتشوفوا، كنتني هاد الجهه الاخرى بحال ما هكا، كنعاود نتني هادي. فقط هذه هي العمليه اللي غنديروا في هذه، وهذا غيكمل والباك غيكمل المهمه. سواء نحطوا ايدينا هنا صباعنا هنا يعني بشويه ماشي بزاف، وكنجروا الباك بحال ما هكا، وكتكون جات بحال السيجار وسهله ودغيا كتجي مشدوده. غندير وحده اخرى قدامكم مع الباك. انا هذه هي طريقتي اللي كندير ديما لانه كنلقاها ايزي ودغيا ما كتاخرش ليا الوقت وبالزربه تنسالي. صافي كيفما شفتوا معايا بحال هكا، نتني هادي هكا، هادي بحال ما هكا، سون لايك ذس. نفس الشيء صباعي هكا، والبلاستيكه هي غتكمل المهمه. وكنبقاو بنفس الطريقه حتى كنكملو كل شيء. غنوريكم مره اخرى. صافي كنحطو شويه الحشو ديالنا، كنلفو اول لفه، كنقادو الجوانب باش ما يخرجش لنا الحشو على برا بحال ما هكا. كنتنيو الباك هاد الجهه اللي من جهتنا كنتنيوها هنا بصباعنا، كنحطو ايدينا كنثبتوه، وباليد الاخرى كنجروا الباك وهي غادا كتلوه. يعني درت لكم طريقه بسيطه كتجي بحال هكا. ودابا غنوريكم، غندوزو باش نوريكم كيفاش تحطوهم في الطنجره وكيفاش تردوهم يطيبوا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بقى عندي صفيت الروز من هذاك الماء ديالو، وزدت عليه شويه الماء، غنزيد عليه عصير ديال الحامض، وغنزيد عليه تقريبا كاس صغير ديال زيت زيتون. وغنزيد معلقه الملح على حسب الذوق، وغادي نخلط مزيان. نحسب الملح دابت، هذا هو لاصوص اللي غتطيب فيه غيطيب فيه ورق العنب بزيت الزيتون. غنخليه هنايا، وهنا غنجيب الطنجره اللي غندير فيها
كيف ما كتشوفوا معايا هنا الطنجره خاويه، غنفرش فيها بطاطا مقطعه دوائر باش ما يلصقش ليا. في القاع ديالها فما هكا هنا فرشت بطاطا بحال ما هكا، وغدا نستف ورق العنب فيها ونحاول نستفو على الجهه اللي سديناها تجي لتحت، الجهه اللي سدينا بحال هكا تجي لتحت بحال ما هكا. انا ستفو غنوريكم هنا ستفت كاع اوراق العنب من الفوق، عندي مطيشه دوائر غنستفها لانه كتعطي ديك الحموضه ديالها، لانه هو كيكون بالحامض اصلا، غير شويه منها صافي. المهم اخر مرحله قبل ما نحطوه على باش يطيب، قبل ما نخوي لاصوص اللي عندي اللي انا سبق لي حضرته هنايا، خاصنا نتقلوه بشي حاجه عشان نخوي لاصوص، سينو غادي يتحل كاع، يتحل الورق كامل غادي يتحل ويطلع الروز على برا. سو انا عندي هكا جوج طباصل نحاول نحطهم هكا بالمقلوب مزيان، نحط واحد اخر نتقل مزيان، ومن الفوق غنخوي معايا هكا، ومن هنا غنخوي هاد لاصوص اللي انا سبق لي وحضرته اللي كان شاط وزدت عليه شويه الماء فين غيطيب، كان شاط ليا من الروز. بحال ما هكا وغنسدها وغنحطها على نار مهيله من 50 دقيقه حتى لساعه تقريبا، وكيطيب على خاطره يعني كياخذ وقته. المهم غيطيب ونرجع لكم الخبار، تسناوني. وهنا وجد معانا ورق العنب، غنحاول نحيد التفصيل هكا واحد واحد. مباشرة ودابا غدا نوجدو ونوريكم الطريقة الأخرى ديال التقديم. الريحة كتشهي فعلا، كتشهي وفعلا إلا درتوه ما غتندموش، و كيجي لذيذ 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 فعلا. دابا نحطو غنوجدو ونوريه لكم.